الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا ولا حبيبنا محمد. هذا اخوي المحترم ثلاث ايام اسامه متزوج، نازل يتزوج يفرح، هذا متزوج وقع على الفراش من الطياره. صار ثلاث ايام هذا المحترم وين اهلكم؟ يقول بيتنا بكركوك، هسه باذن الله وبركات القران هذا المحترم يطيب ان شاء الله. شو اسمه؟ اسمه غيبوار. صار ثلاث ايام هيك ما يعشي وما يمشي وما ياكل، وديت له اطباء ما شفت نتيجه اي شيء. وجدت طيب ما اعرف ايش فيه، يعني جينا ما اعرف ايش فيه. ايش فيه؟ 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 طبعاً أنا أبغى أشوف أحد داني. ليش كتاجة تريد أنا شغلك؟ أريد والله دكتور شيخ زور باش خداكي دايتي اه نايك اغريوار هسه باذن الله تعالى ومعجزه القران. هسه اغريوار هسه ان شاء الله تعرفون القران معجزه. يقول صار ثلاث ايام ما خلينا طبيب شيخ سيد، كلهم شيخ سيد كلهم محترمين شريفين، ولكن الشفاء من عند الله تعالى. زور باشا قصيناك ونات ناجوا يقول ما يعشي وما يمشي. زور باشا لا سيد يا اخوي مزاد سيدي عاجل كل ما زاد وليد انا شفت ساعتها ما شكي عاجل شو وليد عاجل شاخ عاجل شاخ عاجل شاخ عاجل السلام عليكم كاك شاخ عاجل استاذ قد شاك بيتو براد حزك القران معجزه شفاء طبعا بس تكي وسير رجع ممر لهدي بيبي المختور ولا لا شيخ هل هو اخوي تيوا حد يقريه يا ربي اخوي ختام سي باذن اخوي عاجل جن الاشتي بسوله اذا جني بداخله تحرك باذن الله إذا أي جن بداخله تحرك، أقعد جن بزولي بإذن إخواي. أعوذ تحرك بإذن الله تعالى. خوات الشركة. أنا زين على فوني، أزات داجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قربا وجدنا نام مشكتي جن موجود بدماغه هسه بطلعها إن شاء الله. اشتقنا له اشتقنا بيد اليمين موجود الجن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم نصف الدم. زور باشا سيد كان استنى شي درنا كما يزني اخويا قول عن اواتر ساعه وخمي اخويا من الخوف من القارسي صار شيء جني موجود بجسمه هسه نطلعها باذن الله تعالى هسه يطيب ان شاء الله تعالى حتى نشوف بعينكم القران معجزه وشو صار ثلاث ايام يودون الاطباء المحترمين يودون الشيخ يقول من جمعه تزوجنا الجمعه الجمعه هنا ثاني ابوي جمعه سند جمعه شمو يك شمو 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 هذه خمس ايام يقول يا اخرج يا ايها الجن هسه باذن الله ومعجزة القرآن هسا أسجد رب العالمين هسا هذا الأخ يطيب ويحكي إن شاء الله تعالى. القرآن معجزة شفاء يتعدى كل عالم القرآن بس إحنا ما نشفي على الشفاء هو من عند الله سبحانه. أسجد رب العالمين هذا قبلة أجي دعاء السجدة إذا سألت فاسأل وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا الناس يسأل رب العالمين يعني العبد ما يشفي أحد بإذن الله. شوف الجن بداخل هسه نطلع على الجن بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من الخوف من القهر ناز يصاب بالمس الجني. أسجد لرب العالمين لازم أسأل الله يعني ما أقدر أشفي هذا يعني صعب ثلاث أيام صار شيء فقدان الذاكرة وفقدان الوعي صعب شيء مو سهل بس يم رب العالمين كل شيء سهل. يعني النبي رب العالمين يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هسه اسجد لرب العالمين سجد سجد تسال الله اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى وبحمده، سبحان ربي الاعلى وبحمده، سبحان ربي. سبح قدوس رب الملائكة وابوه، سجد الرجل الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين، احسن الخالقين. ربي اشفي هذا الاخ. الله السلام عليكم.
السلام عليكم. اخرج يا عدو الله، اخرج يا عدو الله، اخرج يا عدو الله، اسيطين ثلاثة على، اخرج يا عدو الله، اخرج يا عدو الله، انا عبد الله، اخرج باذن الله تعالى، اخرج يا ايها الجن، اخرج يا ايها الجن، اخرج يا ايها الجن باذن الله، اخرج يا ايها الجن باذن الله، اخرج يا ايها الجن. ناي كاغريوار، كاغريوار جان، ماكو حس ولا حرك، بس انا عندي يقين بالله. هسه هذا الاخ طيب حتى امامكم حتى تعرفون القران معجزه والشفاء يتحدى كل عالم. اي طب اذا يقول امريكا اعرف طب قوي 10,000 سنه والله متاخر لهذا الطب، الطب النبوي، لان الطب النبوي طب كلش متقدم لان كلام رب العالمين. شوف هسه هذا الاخ طيب ناوتيا شو اسمك؟ فكي تشنلي لحد الان شوف ماكو صوت، ولكن هذا يراد له صبر حتى يطيب. انا اعطيكم وعد، هذا ما يروح هنا الا يحكي باذن الله ويمشي باذن الله، ماكو مشي وماكو حكي حتى ايمانه يقوى. المريض انت اصبروا حتى تشوفون تاج مسينا ونشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا ينزل الرشد فامنا به ولم نشرك بربنا احدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. أخرج يا عدو الله، أخرج يا عدو الله، أخرج يا عدو الله، أخرج يا عدو الله، أخرج يا عدو الله. عسى أتوقع أخذ بأمس تدار كذب. شوف هسه الشيف داخلها موجود. من ابن ادم مش ردم. شوف هذا دمارات دماغ كله موجود تحت القدمين. شوف بسم الله الرحمن الرحيم. اخرج يا ايها الجن. شوف يجي يضربونها الجن يطلع. هذا دمارات دماغ موجود تحت القدمين. وتقرا آية القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. شاركوا بلي بأخذ شاركوا بإذن الله سيطر. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ناوتيا شوني أسف فتح العيون ما شاء الله. قربان بارشي السلام عليكم. زور بارشي أسف يقول سلام. أخرج يا عدو الله. كابي كان حركة بيبكا كاستو دانشا ديف الله هستا بخير ومشيات وسرقوا ناس بيت أبا بينا هذا بزاه بيت 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 الله وصلى محمد. دي 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 رجل تحرك هذا الحمد لله. ورد السل بينا ورد السل بينا لازم أنا مع مصطفى. هذا جرس ورد السل بينا هستو السل بيت السل بينا. دي 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 يا الله يا الله يا الله يا الله استوى استوى يا الله بس السل بينا. دي 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 قوات لحد شوف وضعيته تعسن 30% ولكن باقي ان شاء الله شوف يا رب برياء الله. يا الله كاغري بار برياء الله. برياء الله عدم يعني قحانا حلو خوش يستان. ان شاء الله انا اعطيكم وعد باذن الله ما يروح لنا الا يطيب ان شاء الله. شوف عيونه فتح الحمد لله بس باقي اللسان لسانه هم الصوت بس رجله ماكو. برياء الله. الله يا الله برياء الله صوت قايم دنت زنده خرجت خرجت ان شاء الله استا اليقين. هسه نتبدد على ودي الغرفه هذيك الغرفه ان شاء الله المستشفى نرقي عليه قران. هسه تشوفون 10 دقائق اكثر نرقي عليه قران نعالجه مش باذن الله يطيب ان شاء الله. هذا الجلسه الاولى. الجلسه الثانيه شوف اللي هذا الشيء وقت نتمدد ونرقي عليه قران احسن. هذا الجلسه الاولى وان شاء الله الجلسه الثانيه نشوفهم بعينكم مباشره يطيب باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله. يلا بقى صلاة السبيل بس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ورينا ورينا زوجكم قربان دقت برسك لا إله إلا الله بس صوت بس لا إله إلا الله محمد رسول الله ولد زوجكم ورينا اللهم صل على محمد قروا لقلما مصطفى ورا ولا دي ولا سريع فلوان خش يستاهل هو معجزه القران. شفتوا هذا الاخ ما يمشي وما يعشي وما يشوف سر منك ما تشملك
دك تخلص لنا خلينا دك تبرس كبري لا إله إلا الصبرس داي محمد رسول الله ولا ولا كرة نية جاك ولا 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 بري دا حاز ولا دي بخذ بي وش هيستان إخواني بعد ما أنت تصحب شوف هذا هو معجزة القرآن هذا الأخ شفته أنا طيناكم وعد هو الشافع هو الله ولا ولا زرق ولا زبر ولا يسري بره اللهم صل على محمد ولا خوش هيستان ولا إيدا أو كان زبر كتازن إيدا ولا إيدا ولا إيدا ولا يتساوى كتبرك ولا سير داني شو خوش هيستان أو كان زبر كا ولد إن شاء الله أو جنزبو كا لسيرة فو يدريش كل نوي تاني بسبكا استهل أو جنزيا هل أو جنزيا سير كان بخو يسأل صدقة هذا الشاب كان متمدد على القرويلة حسا هو يلا قربان قربان كيف كنا كان بكين دي استاتشوني مزلك البرسكا بريا بريا الله بريا الله بسم الله الحمد لله ده استاذ زبرك ده استاذ زبرك شو تواني بقول خوشبستان خواني اخواتي صرف لك قربان جان اهرا استاذ زرجم زرجم شلون يا استاذ صرف لك ناوتيا كاغري والسا هاتو سرخو زول بدنك برسكا بري لا اله الا الله محمد رسول الله خوش ريستان او شتاء معجزش كي قراني في روز بخوي غورتا زسبيري والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وركاك ربا خوش ريستان دبر كاك ربا بتني برو بتني باكز دغريت برو تصابي يقول صار كات يا ماما اكل تعبان خطيه وهذا هو معجزه القران والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله يسعدك يا